السلام عليكم، معكم قناة وصفات أم فدوى، تحياتي للجميع. كيفية اليوم وتحت طلبكم وصفة الكريب بذوق الفاني مع وصفة شوكولاتة قابلة للدهن اقتصادية بدون حليب ولا شوكولا ولا دهون، اللي كنت ديجا درتها لكم في القناة ومنها طلبتوا لي وصفة الكريب اللي راح نعاودها لكم على السريع هكذا باش ما تتعبوش وتروحوا تحوسوا عليها. اذا تبعوا معايا تفاصيل وصفة اليوم اللي هي الكريب ووصفة شوكولاتة الطلي، بلا ما تنسوا طبعا لايك وخلوا لي من فضلكم تعليق بسيط يكون هكذا مشجع ومحفز، واللي مازال مشتركتش في القناة ماذا بها تشترك وتفعل زر الجرس. ومشاهدة طيبة للجميع. نجيب الريسيبيون تاعي، نحط فيه زوج حبات تاع البيض متوسطين الحجم، دير معاهم الرشة تاع الملح، زوج ملاعق كبار من السكر او سكر حبيبات يعني السكر الحرش، وندير كاس تاع الحليب بدرجه حراره المطبخ. راح نجيب غير فوي ولا فرشيطه ولا نخلطهم شويه كيما راكم تشوفوا. وكل حاجه هنا نضيفوها راح ناخذوا بعين الاعتبار جوج صوالح. اول حاجه هي البيض، الحجم تاع حبات البيض اذا كان صغير ولا كبير متوسط، وراح ناخذوا بعين الاعتبار الفرينه اذا تشرب ولا ما تشربش. دونك انا درت الكاس تاع الفرينه مع ملعقه صغيره تاع لافاني، راح نضيف كامل هذاك الكاس بالتدريج مع الخلط. هنا ما نخلطوش بزاف، ما نخلطوش بالميكسور او بالبغا ميكسور هكذا باش ما يجوناش لي كريب تاعنا معجنين بزاف، يجونا نوعا ما يعني في الجوانب فيهم نوعا ما القرمشه ويجو خفاف بزاف هكذا. ما لازمش نحركوهم كيما راكم تشوفوا، غير بالفوي نخلطوا قسم ما نشوفوا هذيك الفرينه اندمجت مليح مع الحليب. وكما قلت لكم اذا كان حجم حبه البيض يكونوا صغير ونديروا الكاس تاع الفرينه ممكن اننا نتحصلوا على المزيج تاع الكريب يكون نوعا ما ثقيل، ما لازمش نتحصلوا عليه ثقيل، لازم يكون بهذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه امامكم. نزيدوا تاني نغطوا يعني المزيج تاعنا نخلوه يرتاح ونشوفوا اذا كان الفرينه تاعنا شربت شويه ممكن نزيدوا كميه قليله تاع الحليب، واحد زوج ملاعق ولا ثلاثه. نجيب هنا الصفايه، ضروري اننا نصفوا المزيج تاعنا باش كامل الحبيبات يختفوا. كما قلت لكم ما نستعملوش ميكسور باش يعني نضربوا هذوك الحبيبات او نفتحوا الحبيبات، نستعملوا غير الفوي ولا فرشيطه ومن بعد نصفوا المزيج تاعنا كما راكم تلاحظوا. نجيب صحن هنا ولا نغطيه بلاستيك ولا نخليه مده 5 دقائق حتى 10 دقائق ونشوف. اذا كان شفتوا بقى على حاله يعني نفس القوام هكذا كما راكم تشوفوا نخليه نبدا نطيب ديريكتومون، والا كان شفناه ثقل نوعا ما نزيدو شويه تاع الحليب فقط. يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا النقطه المهمه. من بعد تجيب المقلاه الخاصه بالكريب تكون نوعا ما ثقيله وتكون هكذا ما تلصقش، نمسحها بشويه تاع الزيت اللي كنت درتو في البابي ابسوربون ونبدا نطيب في الكريب تاوعي عادي كيما راكم تشوفوا. هنا ما تخافوش منهم، ديروا كميه تاع اولوش هكذا وبداو تمشوا فيها بهذه الطريقه الموضحة أمامكم. نحطوا الكريب تاعنا يبداو يطيبوا، يعني في القاعدة هذيك الدهنة تاع الزيت هي اللي راح تعطيهم لا كولور أو اللون اللي يجي فيهم هذوك الفقاعات إيتو. هنا راح كي نشوفها تنشف نقلبها للجهة الثانية، هنا مازال ما تحمرتش نوعا ما ولكن راح نعاود نقلبها ونردها باش تزيد تتحمر. هنحمرها فقط من هذه الجهة كيما راكم تشوفوا. نجيب لاسباتول نبدا نضغط عليها باش تدي لي اللون الموحد كما راكم تلاحظوا، شوفوا اللون تاعها كيفاش يكون. كما قلت لكم دي لي نوعا ما هذيك القرمشه في الجوانب ويجوني لي كريب تاعي خفاف. قلبتهم باش يتحمروا للجهه الثانيه ونحطهم هنا في صحن كما راكم تشوفوا. ضروري اننا نغطوهم بالسربيطه باش ما يبسوش ويبقاو محافظين على الطراوه تاعهم لو طون اللي رايحين نكملوا يعني بقيه العجينه، يعني نطيبوا لي كريب تاعنا كامل. اذا دخلتوا صدفه للقناه وعجبكم المحتوى والوصفات ما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك وتزيدوا تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد، والمشتركين اللي معايا قدم وما همش يوصلهم الاشعارات ماذا بكم تلغوا الاشتراك وتعودوا تشتركوا للمره الثانيه وتفعلوا الجرس هكذا باش كامل الوصفات اللي نحطهم يوصلكم في نهارهم. وصفة لي كريب من بين الوصفات اللي يحبوها بزاف الوليدات، يعني خاصة في الكوتي تاع الحشية يحبوا هاد الكيفيات يعني اللي تكون سهلة وبسيطة. اعطوهم الوصفة واعطوهم لا غوسيت وخلوهم يدخلوا للمطبخ، منها يتعلموا منها تاني يوجدوا لواحهم حاجة ياكلوها. وراني كملت هنا لي كريب تاوعي كيما راكم تشوفوا، يجوا ولا اروع، يجوا خفاف
ويجو هكذا ترونسبارون، يعني كي تلفدوا الحبة راح تجيكم ترونسبارون يعني شفافة، هنا تضمنوا انه نجحوا لكم لي كريب تاعكم. وهذه هي يعني هذه كامل الكمية اللي تحصلت عليها كيما راكم تشوفوا. فوالا هذا هو الشكل تاعهم، طيبوهم مليح باش يدوا هذا اللون الجميل. وتاني غطوهم، ما تنساوش غطوهم بالسربيتة هكذا باش ما يبسوكمش. روحوا للتزيين تاعهم، من بعد في الاخير راح نعطيكم وصفة شوكولاتة هذه اللي استعملتها القابلة للدهن اللي كنت ديجا درتها لكم وعمرتها في لابوات تاع اوبتيلا. قلت لكم يعني كاين عندي اون بواط هكذا فارغه، عمرت فيها الشوكولا كيما راكم تشوفوا، ودهنت بها لي كريب، تزينوا بها كل حاجه تحبوها، تزينوا بها لي كيك لي غاتو، تدهنوا بها مسكوتو، المهم تزينوا بها واش حبيتو من الحلويات. انا هنا لي كريب تاعي درتهم بالبنان، يعني درتهم بالموز، وانتو ما ديروا الفاكهه اللي تحبوا عليها، خاصه الفواكه الموسميه اللي راهي في فصل الصيف. نغلق لي كريب تاوعي كيما راكم تشوفوا بهاد الكيفيه، ونحطهم في صحن التقديم ده باش نوري لكم الشكل النهائي تاعهم. زدت زينتهم هكذا بالموز من فوق، ودرت لهم خطوط بالشوكولاته اللي كنت عمرتها في اون بوش جوتابل. انا برك درت لهم هذا التزيين، يعني عطيتهم الشكل المستطيل، وانتم تقدروا تزينوهم اوترومون، يعني تقدروا ديرهم على شكل مثلثات وتحطوهم في الصحن. انا فقط باش ندير الصوره المصغره تاع وصفه لي كريب درت هذا الشكل تاعهم. بالنسبه للشوكولاته القابله للدهن اللي قلت لكم اقتصاديه سهله وسريعه، في دقائق توجديها، ما تشدلكش كامل الوقت. جيبوا كاسرونه نحطوا فيها 3 ملاعق كبار من السكر، يعني سكر الحبيبات، نزيد معاهم ملعقه كبيره تاع الفارينه وملعقه كبيره تاع الكاكاو البني، ضروري اننا نغرب لهم كما راكم تشوفوا. نضيف لهم هنا رشه صغيره تاع الملح باش نديروا توازن في الذوق، ونضيفوا نص كاس تاع الماء، ماء عادي من الحنفيه، نحركوهم هكذا بارد في بارد، ونحطوا الكاسرونه تاعنا فوق النار، النار تكون نوعا ما قليله، ونبقاو نحركوا باستمرار بدون توقف حتى تعقد معنا هذيك الشوكولاته كما راكم تشوفوا. كي تدي هذا القوام نطفو مباشره للنار، ونفرغوها في ان سالاديه ولا ريسيبيون ولا اي اناء زجاجي، ونضيفوا لها كميه مليحه تاع عطر البندق ولا عطر الجوز ولا عطر الشوكولا اللي راح يعطيها البنه وتجيكم كيما تاع المحلات. هنا راهي خفيفه شويه كيما راكم تلاحظوا، حطوها في الثلاجه وخلوها، احتفظوا بها، خلوها تبرد، ومن بعد تدهنوا بها كيما قلت لكم لي كريب. تقدروا ديرها في البريوش، تقدروا ديروها في تزيين الكيكات ولا حتى المسكوتو. ان شاء الله الوصفه تاعنا تاع اليوم راهي عجبتكم. نقول لكم الى اللقاء في وصفات اخرى باذن الله. مع السلامه.